من الساعه 7 الصبح لحد ما انا غادرت رابعه الساعه 7:30 بالليل، مفيش لحظه توقف فيها الضرب من الغاز والرصاص والقنص والمدافع، لحد ما جينا للساعه 6:30 وفوجئنا ان الضرب ما بقاش على جدران المستشفى من بره، لا احنا سمعنا ان الضرب بقى جوه المستشفى. فبدا الضرب من الدور الخامس ومن الدور الارضي بالقنابل مسيله الدموع لحد ما بقينا مش قادرين، بيتعامل معانا على اننا فران وبيطلعهم من الجحور. فلما بدا الضرب داخل المستشفى سمعنا الميكروفونات بدات تقول الخروج الامن للجرحى واللي عايزين تنزلوهم اللي اسرته تاخده. طيب احنا ما في ناس من غير اسرهم، والاغلب كانوا من غير اسرهم، فبقينا وما عنديش شباب يشيل معايا. احنا كنا يمكن انا وطبيبه زميلتي وحوالي 5 أو 6 شباب، واللي موجودين منصابين بس اصابات تسمح لهم بالحركه. طب الناس اللي مرميه في الخمس ادوار دول والشهداء اللي في الدور الثاني دول كلهم هننقلهم ازاي؟ ما بيتكلمش وما بيتفهمش، قال ان قدامكم 10 دقائق للخروج الامن من المستشفى. محمد ابني اللي كان اللي خد اصابه في رقبته قال لي مش هنزل من غير واسيبك. قلت له انزل، زمايله اربطوا الملايه وشيلوه وانزلوا بيه اتحركوا. طيب اللي بيقدر يمشي يشيل مريض على كتفه بقى، يجره على الارض وينزله. لحد ما جيت انا يعني ناس خلصت، الشباب اللي موجودين والمستشفى مليانه، يعني الاوضه اللي انا واقفه فيها على الاقل فيها 20، الاوضه اللي جنبي فيها نفس العدد، الاوضه اللي فوقي الدور الثاني كله شهداء، همشي ازاي واسيبهم؟ فلما جه الظابط بيقول لي بقول لك اتحركي فورا، قلت له حضرتك انا قدامي دول 3 كنت بركب لهم كانيولات كانوا لسه واصلين، حضرتك دول جرحى وانا ما اقدرش اسيبهم. قال لي انا بامرك تنزل. قلت له وانا ما اقدرش اسيبهم دول جرحى. فوجئت بان هو راح مفرغ 3 رصاصات، قال لي كانوا جرحى، انزلي بقى بدل ما نايمك قدامهم. للحظه مخي ما قدرش يستوعب ان ده ممكن يكون انسان، رحت لفه حضناه كده، قلت ده اللي تصورته ساعتها ان ده انسان آلي وممكن هو مبرمج على القتل. ففوجئت بيه ممسكه راح شتمني وضربني، قلت يبقى انسان ازاي انسان بشري من لحم ودم يقتل جريح؟ ضرب طلق عليهم النار لدرجه انا انعقد لساني بقيتش عارفه اتكلم، وبقيت خايفه اقول له في جريح تاني هنا هيقتله برضه، فبقيت مش عارفه اعمل ايه. فوجئت بيه فرجليه اتسمرت في الارض، لقيته بظهر البندقيه بتاعته بدا يضربني واقع واقوم ويضربني، مصمم ان انا انزل واسيب المستشفى. بقول له والاموات دول هنتصرف، احنا هنتصرف ونشيلهم. فلم اجد قدامي بديلا غير اني انزل، وانا كل دور انا كنت في الدور الرابع، كل دور وانا بعدي عليه ببص طب والناس دي هتتنقل ازاي؟ اذا كان بيتعامل مع الحي كده هيتعامل ازاي مع الميت والجريح اللي لا حول له ولا قوه؟ وخرجت من المستشفى فوجئت ان هم بيولعوا في المستشفى. قلت له في ده اللي جوه ناس، في ناس احياء الثلاث ادوار اللي فوق. راح ضربني ولقني على وشي، فانا خرجت ابتديت ادور على اي تليفون ابلغ ان في ناس احياء، انا سايبه احياء في الدور الخامس، وفي ناس كانوا على ترابيزه العمليات بتتعمل لهم بتجرى لهم عمليات، وفي ناس احياء بيتاوهوا وبيتوجعوا وبيطلبوا المساعده. تصور حضرتك طول ما انت نازل كل واحد بيمسك في هدومي، ما تسيبنيش يا امي ما تسيبنيش انا تعبان، طب اديني حاجه اما تنزلي. عايز اقول لك ان المناظر دي عمرها ما هتتمحي من مخيله الشعب المصري، واللي بيكذبوا دلوقتي ان الحاجات دي حصلت هتظهر الايام ان الحاجات دي حصلت وبجد، وهنسال الله عز وجل الانتقام.